لا يقابل عودة أزمة المشتقات النفطية سوى شيء واحد، هو توقف حركة الكثير من السيارات والعربات في شوارع محافظة أبين. بعد اختفاء مادة المحروقات من المحطات الخاصة بشكل مفاجئ، تتضاعف الصعوبة بالحصول على أي كميات منها، الأمر الذي جعل الفرصة تبدو مهيئة لانتعاش أسواق مستحدثة في مداخل المدن الرئيسية لبيعها بأسعار السوق السوداء. أول شيء نحن نمر في الأزمات هذه اللي نمر فيها، لا ماء لا كهرباء لا بترول لا ديزل، يعني والمعيشة هنا حالتها نكد، يعني أقل حاجة قوات تحالف هذه مناطق محررة، مفروض أن يكون كل شيء موفر فيها، في كل منطقة يعني تمر في حروب لازم المناطق المحررة تكون كل شيء موفر، لكن نحن الآن مناطق محررة لا يوجد عندنا أي خدمات. هنا في الشارع الرئيسي لمدينة زنجبار وعلى مرأى ومسمع من السلطات المحلية، يتخذ تجار السوق السوداء مواقعهم عارضين كميات كبيرة من المحروقات وبأسعار مضاعفة يفوق سعرها الأساسي دون أن تتدخل الجهات الرسمية باتخاذ أي إجراءات بحق المتلاعبين. زي يعني إيش نقول لكم، الوضع أمامكم تشاهدوه زي ما تشاهدوه، وضعنا يعني سيء للغاية ونحن أراضي محررة. يرى بعض السكان أيضا أن أزمة الوقود التي تعود من وقت لآخر مفتعلة وتأتي لتضاعف من معاناة المواطنين الذين اعتادوا على تكبد الكثير من الأزمات في هذه المحافظة وغيرها، حيث يوجهون أصابع الاتهام لكبار التجار الذين لا هم لهم كما يقولون إلا اختلاق الأزمات لمضاعفة أرباحهم.